الدخول المدرسي على الأبواب، ومعه تبدأ العائلات الجزائرية التفكير في كيفيات مواجهة المصاريف الجديدة. مختلف ولوازم هذه السنة وحسب المؤشرات الأولية مسها الغلاء. واقع يدفع كثيرين إلى التوجه نحو الأسواق الشعبية، ودون الحديث عن النوعية هناك السعر الذي يناسب الغالبية. سالي ساكودو وأدوات مدرسية وأنا فرحانة. شريت محفظة ولا تخوص وملابس وطابلي. تاع الزيت تحتي لي كتاب يا. شوية بشوية. لي بري سون ريزونابل. لي زافير سون ديسبونيبل. سوق باش جراح الشعبي في العاصمة. طاولات لتجار الموسميين والنظاميين. أدوات مدرسية من مختلف الأشكال والألوان. وملابس بأسعار مختلفة. سي بيان سور بداو الناس يشرو، سيرتو الناس اللي راهم فاكونس لهنا تما كاع يجوا يشرو. ميم لي بري كاين لي بري اللي يقدر كيما يقول لك كاين غالي ساكادو تاع 340 400 وكاين تاع 100 150000 100000 كل واحد على حسب مقدوره. قريب شهرين دوك انا ملي بديت ساكودو وعندي من برا يجوني بزاف، كاين يجي من الصحراء موهران كلمسان يجوا لهنا كل عام يشرو. وعندي حاجة رخيصة وعندي حاجة غالية. غلاء أسعار الأدوات وتراجع القدرة الشرائية دون الحديث عن التكاليف الإضافية للكتب المدرسية، كتب نالها نصيب من الارتفاع هذه السنة.